درت مونتيف وانا نمشي للحبس. اذا داك المونتيف اللي درت ما بقاش ديال الاصلاحيه، خديته شديته وانا نطرد قول نضرب به وجهي. نفس المشكل، نفس الخطا، واحد اليد المساعده ما كايناش. وانا اللي عصيت والديا، ما حتى شي واحد، اخويا يوسف ما خرجني لهذا الشيء. هذا اعترافي وكلام من فمي تنخرجه، فهمتي؟ هذه هي كانت الحياه ديالي. الحبس كان عندي هو الدار. شترى عندك والديك بحال ما عندكش، تكون قاصحه شويه. شوف انا عارفه، عارف الاب ديالي غيشوف هذا الفيديو هذا. شي حاجه ما بغاش صحتك تدير معايا. سلام بنت الألفين، كنسكن في سلا، عندي دابا 24 سنة، أم عندي جوج وليدات. حياة أحلام هي هذه. الناس كاين اللي كيعرف أحلام وكاين اللي ما كيعرفش أحلام. المهم اللي جات أحلام تقول لكم أنا كنشكر خويا يوسف، كنشكر الناس اللي عطاتني يد المساعدة، كنشكر الناس بزاف بزاف اللي عاوناتني في ولادي. ما غاداش ننسى هذا الخير هذا. أحلام جات واحد الوقت واخا هي دوزت شويه ديال العذاب وشويه ديال التكرفيس، اللهم لك الحمد، عطاني ربي واحد جوج وليدات اللي عوضوا لي بزاف ديال الحوايج. الناس عارفين احلام قبل ما نعرفوا جوج وليدات ونعرفوا الحاله الزوجيه ديالك او العائليه، او احلام كطفله فاش يلاه بدات احلام، شنو شافت قدامها؟ شنو كانت كتعرف؟ شافت العذاب اخويا يوسف، بلا ما تقول لي على داك الشيء عدوزوا لي، فهمتي؟ احلام شافت العذاب في الحياه الصغر ديالها، والحمد لله هذاك العذاب راني كنشوف واحد الحياه اللي هي زويونه، فهمتي؟ كيف فتره الدراسه؟ دوزت فتره الدراسه بحالي بحال البنات، نمشي للمدرسه نجي من المدرسه، حتى نهار تفتح واحد الباب اللي خرجنا فيه الزنقه. اكيد كان واحد تقريبا 70% تغير في داك الحياه بزاف. بزاف. كيفاش بدات التغيرات بحال هكا؟ شنو نقول لك اخويا يوسف؟ انا كنت ما نعاود لك اخويا يوسف من الاول، كنت اخويا يوسف انا بخير، فهمتي؟ كنت بخير. اول مره اخويا يوسف باش غادي نخرج للطريق كنت كنهرب من دارنا، فهمتي؟ كنت كنهرب من الدار ديالنا. باقا ديك الساعه ما تنكمي، ما ضاربه لا وجهي، باقا ديك الساعه صغيره اصلا، باقا ما تعرفش الزنقه شنو هي. صافي كنت نهرب من الدار يومين ثلاث ايام ترجع، ما كندير لا بليا لا والو. الاب ديالي ما بغاش هاد الشيء هذا. انا الاب ديالي هزني داني الكوميساريه، مشيت الاصلاحيه اول مره، وراه كيطلعوا عندي البنات في اللايف تي الناس اللي ضربات معايا الاصلاحيه، وراه زني الوالد ديالي، مشيت للاصلاحيه ديال عبد السلام بناني. علاش بالضبط زني الوالد الاصلاحيه؟ شي مشكل معاه؟ حيت كنهرب من الدار. زني الوالد داني الاصلاحيه، مشيت لعبد السلام بناني في كازا، درت في عبد السلام بناني، درت فيها 3 شهور هربت منها، عاود ترجعت عاوتاني لسلا، بديت عاوتاني كنهرب لدارنا وداك الشيء، عاود هزني الاب ديالي داني الاصلاحيه، رجعني الكوميساريه مشيت للاصلاحيه، تمشي مع عند وكيل الملك. ضربت في مرس السلطان كاين حدا محطه ولد زيان في درب كبير، ضربت تماكين عام، حتى كنت كنقرا كملت الدراسه ديالي تماكين. صافي جات الوالده ديالي دارت لي تسليم الوالدين. صافي خرجت بحالاتي، خرجت بحال اللي تقول ما مشيتش للدار ديالنا ديريكت، فهمتي؟ صافي جلست مع دارنا غير شي يومين بحال هكا، وانا نعاود عاوتاني نفس المشكل، عاود تكررت نفس الخطا، عاوتاني هربت لهم. صافي هربت وانا ندير واحد المونتيف، درت مونتيف وانا نمشي للحبس. اذا داك المونتيف اللي درت ما بقاش ديال الاصلاحيه، فهمتي؟ اول مره كتعتقل؟ اول مره كانت تعتقل. المونتيف اللي درت ماشي ديال الاصلاحيه، فهمتي؟ حيت الاصلاحيه غتدخل لها غتهرب منها. صافي المونتيف ديالي خصني نمشي للحبس. صافي مشيت للحبس، عطوني 3 سنين. اول مره كتجربي ديك التجربه داخل الاسوار السجن؟ ولكن ما ضربتهاش كامله، حيدوا لي عام في السيناف وضربت عامي. بغيت نعرفوا ديك التجربه ديك اول مره دخلتي للسجن. اول مره دابا انا اخويا يوسف اول مره باش يلا دخلت للسجن ما كانش عندي واحد الخوف، واحد الخوف ما كانش عندي، ما فهمتي؟ كنت خارج على داك الدومين ديال الزنقه، تنعرف البنات تنعرف هادي. صافي دخلت بكيت شويه هادي، تاقلمت مع داك الجو. صافي ضربت اخويا يوسف شي عام ونص، باقي الحمي صحيح ما فيه حتى شي حاجه. ضربت شي عام ونص، اتصلت بالاب ديالي. صافي سمعت واحد الهضره وانا نهبط للبيت ديال الفرمليه، خديت هذاك الكاس ديال الالومنيوم هذاك، خديته
ديته وانا نطرد قوه نضرب به وجهي اول مره. ضربت وجهي وضربت يدي، خرجوني سبيطار ديال ابو وافي اللي في كازا، وداوني سبيطار ديال 20 غشت. سبيطار ديال 20 غشت هو اللي دار لي الخياطه ديال وجهي، وسبيطار ديال ابو وافي هو اللي دار لي الخياطه ديال يدي. يعني كنتي غير حتى كنتي في انهيار عصبي؟ كنت في انهيار عصبي صافي، تنشوف راسي مبقيت باغا والو صافي، لا اتخرج من الحاس ما غتوجه لا والدي لا حتى شي حاجه فهمتي. صافي ضربت الحميه هادي، ضربت كبنت ما فكرتيش ما فكرتش كاع، ما فكرتش اخويا يوسف ما فكرتش. صافي نط كاين الوشام تما، كاين نط بديت تنوشم، وليتي كدير نفس المشكل نفس الخطا، واحد اليد المساعده ما كايناش فهمتي. حنا من يديها اللي داتها ماشي اصدقاء السوء. لا شوف اخويا يوسف، انا ما نتقلدش بشي واحد، انا ما نديش تقليد ديال شي واحد، وما نقولش لك لا خرجت عليا فلانه لا خرج عليا فلان، انا ما ندي اخويا يوسف تقليد ديال حتى شي واحد، انا اللي خرجت على راسي، انا تنقولها وتنقولها قدام الناس، انا اللي خرجت على راسي اخويا يوسف. ما نديش تقليد ديال شي واحد نقول لك لا شدني هذا صح داني لا شدتني هذه صح، لا اخويا يوسف انا اللي مشيت لهذيك الطريق، وانا اللي عصيت والديا، ما حتى شي واحد اخويا يوسف ما خرجني لهذا الشيء هذا فهمتي. انا اخويا يوسف اللي درت هذا الشيء، هذا اعترافي وكلام من فمي تنخرجه، ما حتى شي واحد ما خرجني الطريق، انا اللي خرجت راسي اخويا يوسف. احلى من خرجتي من السجن لعند المجتمع لقيتي صوره اخرى، لقيت يعني بنت خارجه مضربه في وجهها، نظرات الناس كلشي شمكاره شمكاره، واصلا ما كنتش كنتسوق، واخا كيقول لي بنادم شمكاره ما عمرني كنت في الطاكسي باش تعرف اخي يوسف. انا راه باش ما كانوش عندي الاولاد، وكنت تلبس حوايج الدراري وتبان لك تخسيره. يعني ملي كتبغي تخرجي تقضي نهارك على برا، قبل ما تخرجي من الدار كتبقاي تشامي كتفكر كاين واحد النظره. وضروري نظره الناس. انا على الصباحه ممكن دير اللايف مع الناس، خارجه نشط الطاكسي في الواد، وقف الطاكسي صغير وقف ليا شافني، هو يزيد قال لي يلا ما غاديش، زاد واحد الشيء ويهز بلاصه، وانا راه عندي فلوسي غادي نخلصك، علاش ندير لك رزقك؟ انا راه الا درت واحد الحاجه خطات مع راسي اخويا يوسف، ما خطاتش مع الناس فهمتي. واخا احلى ما لقيتي نظره المجتمع ماشي هيك، ما رحمتكش ما رحمتنيش. كدوزي الحياه ديالك عاوتاني من وراء السجن؟ نفس المشكل، دوزت العذاب اخويا يوسف، نفس السيناريو تنديرو، كندخل للحبس تنضرب عام تنخرج، تنجلس في الزنقه شهر، ترجع عاوتاني للحبس تنضرب 6 شهور تنخرج، فهمتي؟ هذه هي كانت الحياه ديالي، الحبس كان عندي هو الدار. شكون اللي ما خلاش احلام ديال عقلها؟ انا صافي من اول شده تقول صافي نجمع راسي. ما لقيتش خوتي وما لقيتش والدي حدايا اللي غادي يجرني، فهمتي؟ ما لقيتش شي واحد اللي غيعطيني المساعده ويقول لي احلام رجعي، ما لقيتش، نلقى راسي انا غير وسط الدياب حاشاك، ما كاينش حدايا شي واحد اللي غيهضر معايا بواحد الكلمه طيبه ولا غي، ما كاينش، تلقى راسي انا جالسه حدا واحد تيضرب الجوانات، تندور تلقى واحد تيضرب السيليزيون، تندور تلقى اخر جالس تيغبر، شكون اللي غيعطيك هذه الكلمه النصيحه؟ شكون اللي غيعطيها لك؟ ما كاينش اللي غادي يعطيها لك. نهار تعطاتني هذه الكلمه النصيحه تنهار عطاني ربي الاولاد، عاد تعطاتني هذيك الكلمه النصيحه. شحال تقريبا من مره تعتقد؟ عندي 8 شدات، اخر شده هي اللي ولدت فيها بنتي دابا في الحبس. عندك وليد وبنيه؟ عندي جوج، عندي بنيه وليد. احلام ربما كتشوفي انك فقدتي احضان العائله، كيما كتشوفي البنات غادي مع والديهم ومع عائلتهم؟ كاين حاجه باينه غتقدر منها وتقد تقصح منها يوسف خويا، واش ترى عندك والديك بحال ما عندكش، تكون قاصحه شويه بزاف. الام ديالك كتشوفيها؟ تنشوفهم كاملين الصراحه يوسف خويا، الله يسمح لي منهم وصافي. والله شوف انا عارفه، عارف الاب ديالي غيشوف هذا الفيديو هذا ياك، كنطلب منه يا ربي الحبيب لك تيبا كتشوف فيا، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت والو، بغيت كيطرد عليا، ما بغيت حتى شي حاجه، ما باغاش سخطك ندي معايا، واخا ما تسامحش ليا مباشره، بغيت كامل تكون تصلي يقول لي انا راضي عليك احلى، غير باش الحاجه اللي نحط فيها يدي تيسر ليا على ولادي. شوف انا ضريت والديا بزاف، انا عطاني ربي الولاد يوسف خويا، راه حتى شي اب وحتى شي ام ما كيبغيو يشوفوا الولاد، بالخصوص بنت. صح، شوف بالخصوص البنت فهمتي، مازال نقول لك ولد راه حتى الولد وليتي تخاف عليه، ولكن الراجل تيبقى راجل فهمتي، الخايبه هي البنت.
بخصوص قدام الجيران قدام راه بسيف با ما غاديش ارضى من داكشي اللي كنت كندير ليه. راه من راسي وجبد انا كنت راجل بنتي دير لي هادشي ما غاديش ارضى. فهمتي اخويا يوسف؟ انا دابا ياك انا ام عندي بنت وما نبغيش بنتي دير لي هادشي اللي درتو انا، فهمتي؟ ما غاديش نبغي وتنطلب ربي هادشي اللي ما درتوش انا بغيت ولادي هما اللي يديروا ويوصلوا شي حوايج اللي ما درتهاش اخويا يوسف، وبغيت ربي يخرج لي الخير في وليداتي. هادشي اللي كنطلب. رجعتي لحس مره ثانيه وثالثه راه غاشك في راسك بحال ولا كيجيك داكشي عادي؟ عادي، ما كنتش كنقول لا علاش انا داخله للحبس ولا نبقى ندمر اخويا يوسف ولا نبقى نبكي، لا ما كانت عندي عادي اخويا يوسف. احلام كما انك اسم جميل صراحه، شكون سمى غير الاسم احلام؟ سمتني خالتي الله يرحمها احلام. كتمني هادشي اللي كتعاودي كله يكون غير احلام وتفيقي منه؟ دابا تنبقى ناعسه تنقول يا ربي يكون غير كنت كنحلم، نفيق نوض نلقى راسي داكشي كامل لقيتو غير تنحلم، نلقى شي حياه اخرى. لكن الحمد لله خويا يوسف انا دايره واحد المجهود وتنطلب من سيدي ربي يكمل من عنده. احلام ما كتشتغلش دابا؟ لا راك جيتي عندي وشفتيني اخويا يوسف باش كنت تنخدم، وجيتي عندي حامله بولدي و... كتنقي الحوت. اه شناك جيتي وكريتي فواحد البلاصه منطقه بعيده باش تلقاي رخيص؟ كريت في بن عويش. اه باش تلقاي رخيص. اه كريت في بن عويش. احلام البنات اللي كيدخلوا لهذا المجال هذا ديال بسبب اصدقاء السوء او البلياء او هذه، شنو بغيت تقول لهاد الفتيات؟ حنا ما نقولوش البنات، البنات لانه شي بنت ملي كتشوف كتعنى كتقول اه الحبس راه ملي كتدخل شي حدا راسها ملي كتسنى لا لا شوف ما كاينش داك ديال يحترموها الناس اخويا يوسف. علاش غادي تحترمها؟ علاش غادي تحترمها؟ كيخافوا منها زعما؟ لا علاش تخاف منها؟ ما تخافش منها، بشر بحالك بحالو. كاينين هذوك ديال اه تضرب الحبس باش نولي انا مشهوره، فهمتي؟ نولي انايا غيشوفني بنادم يخاف مني. لا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ اي واحد مقسم عليه واحد الحاجه راه كدوز ليه في المصير ديالو. ما كانتش عندي انا هذيك العقليه ديال لا نضرب وجهي باش الناس تخاف مني، ما كانتش عندي اخويا يوسف. وبزاف كنت ننتظرها من وحدين اخرين تيقول لك لا حقه هي ضاربه وجهها باش الناس تخاف منها، مي انا رومبو يخافوا مني الناس. اقول اخويا يوسف انا بوعو انا يخافوا مني الناس بشر. انا اللي كنت كنادي كنت كنادي راسي انا، ما كنتش كنادي الناس، كنت كنادي غير راسي. ولا كنت سابقا كنت سمعتي في 2016 باش قالوا ديال مولات الخمار وهادي، راه كنت تفرجتي في ديك الحلقه ديال مولات الخمار وداكشي. علاش اخويا يوسف غنوض انا نادي وحده مسكينه ما دارت لي حتى حاجه؟ علاش انا ما انا ماشي بنت، انا ماشي بشر. حتى انا تاديت وحتى انا تحقرت، ولكن داكشي اللي طرا لي ما نديروش لواحد اخر، فهمتي؟ حقي غياخذوا لي الله سبحانه وتعالى. كتشوفي انا الحياه ما عطيتك حاجه زوينه ولا انت اللي؟ لا هو الحياه ما عطيني حتى شي حاجه اخويا يوسف، الحياه ما عطيني حتى حاجه. انا دابا باغا نخدم ياك، انا باغا نخدم، باغا نمشي نخدم دابا في عامين النظافه. قال لك سيري جيبي لي حسن السير، انا ما تنشفر ما تنكريسي ما حتى حاجه، ولكن تيشوفك في وجهك دفتر الوساخ ما نخدمكش. عندي عندي ديبلوم في صاله وخياطه بيكوس وسورجي، حتى شركه ما غاديش تخدمك. يعني هاد المشكل اللي عندك وجه ولا عائق عندك في الحياه؟ ولا عندي 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 اعاقه، اعاقه مستديمه، فهمتي؟ اعاقه مستديمه عندي، ولكن البشر ما تعرف المجتمع ما كيرحمش، فهمتي؟ المجتمع ما كيرحمش. احلام انك سمعنا انك وليت كتعالجي هاد الضربات. اه خويا يوسف. اه كتاخذي غير شي دواء عادي ولا لا؟ ماشي، لقيت واحد السيده الله يجازيها بالخير، انا كنت عيطات لي واحد البنت قالت لي احلام راه كاينه واحد الدكتوره راه كدير هادشي ديال الليزر ديال الوشام وكدير داكشي فابور، حنا نهضروا لكم معاها، هضروا لي معاها وداكشي. ملي مشيت انا لتماكين قالت لي لا حنا كنديروا غير الحصه الاولى فابور وتكملي من عندك. صافي انا هضرت مع البنات قلت لهم خوتي انا ما بقيتش غادي نمشي حيت انا ما عنديش امكانيه ديال الفلوس. تواصلوا لي مع واحد السيده مدام حنان الله يجازيها بالخير الله يرحم ليها الوالدين، دخلوا وقالت لهم انا احلام غادي نصايب ليها وجهها من عندي، واللي بغى يتساعد معاها في الوشام تحيدو يتساعد معاها. وهاد الناس تطوعات هي والناس من اللايف عندي من تيك توك دخلوا وتطوعوا داروا هاد المبادره هادي على وديت وليداتي. واخا احلام ملي كنشوفك في اللايف طالعه في تيك توك كتلاقي المتابعين ديالك في تيك توك كيفاش كيرحبوا بك؟ عندي عندي الناس بزاف كتحبني الله يسهل عليهم، الناس كتدعمني على وديت وليداتي.
احلام ستار. انتي احلام ستار في تيك توك. كيدعموني الناس يفرحوني، الله يجعل ربي يفرح يفرحهم في حياتهم. انا على البارح جاتني واحد الكوليه نيت من فرنسا صيفطوا لي ولادي، ويوم عاوتاني واحد السيده جاو عندي حتى السبيطار اللي جابت لي الحليب اللي عطاتني. بصراحه ما كاينش ما كاين اللي خلاني ولا لقيتهم خوتي حبابي الناس ديال التيك توك. انا كنعتبر التيك توك هو الدار ديالنا الاولى ماشي الدار ديالنا الثانيه، حيت تلاقيت مع ناس بزاف اللي وقفوا معايا الله يجعل ربي يسهل عليهم، ودوك صحاب التعاليق السلبيه تندخلهمش. دابا ولدي غيكمل 3 سنين وبنتي غتكمل العام. لا باقي يلاه غتكمل العام. عنده 3 سنين دابا. الحاله العائليه يعني باقا مزوجه؟ لا انا اصلا ما مزوجاش يوسف خويا. انا اصلا ما مزوجاش فهمتي، والحمد لله وليداتي مصايبه على مراقاتهم، وليداتي مصايبه على مراقاتهم، وليداتي من نفس الاب عاطيني الوريقات ديالهم، غير هو الجوج اللي ما تزوجتش. والحياه العائليه انت اخويا يوسف، انت جيتي وانت كتشوف راه الناس اللي واقفه معايا والناس اللي معاوناني الله يكثر خيرها. واخا الاب تيمنع عليك انك تجي لعندو كتحاولي انت تمشي؟ ما نقدرش يوسف خويا، يضربني. علاش؟ يضربني الا مشيت. قدرش يضربني بابا ويضربني حتى خويا. ما نقدرش انا دابا الا مشيت لتما كاين خاصني نبقى نتسلت. عندك خو كبر منك؟ عندي ثلاثه العزيره. امي شنو تقول لك كتسمعك؟ امي تقول الله يسمح لي منك وسمحي لي تنتي داك الشيء. انا امي قاصات معايا بزاف، انا باش تعرف اخويا يوسف شتي انا والديا راه ما داروا لي حتى حاجه، راه باش تعرف انا راه والديا ما داروا لي حتى حاجه، راه انا راه تنقولها امي راه انا اللي درت هاد الشيء هذا وسمحي لي. وتنطلب منهم اخويا يوسف يشوفوا العار عاف وليداتي كاع لا مبغاوش يسمحوا لي، بغيت نقرا هذيك صلاه الرحيم فهمتي. بغيت انا بحال هكا ولدي يمشي عند امي يمشي عند با فهمتي، هاد الشيء اللي بغيت. ويا ربي تحقق اخويا يوسف، بغيت رجع نتجمع شملي مع والديا، وقعت الا ما تجمعش عا ما يبقاوش اخويا ساخطين عليا. راه واش تبغي انت والديك يسخطوا عليك اخويا يوسف؟ عارف السخط ديال الوالدين الا مشات تتبعك؟ ما عمرك تشوف النهار، والله لا عمرك شفتي النهار الابيض في حياتك شتي الا مشاو تسخطوا عليك والديك اخويا يوسف، والله لا عمرك شتي النهار الابيض في حياتك. اش نقول لك؟ انا هادشي اللي ما بغيتش، بركه غير هاد العذاب اللي كانت تعذب وهادشي خليني نتخلص من الذنب ديالي انا، نتخلص على هادشي اللي درت انا. ما قاد اخويا على سخط الوالدين دي معايا. ولادك دايره معاهم مجهود هذاك كتهلاي فيهم؟ دايره كل مجهود يا اخويا يوسف مع ولادي. ولادي اخويا يوسف ما تنحرمهم حتى شي حاجه، اي حاجه عطاوها ليهم الناس تياخذوها، اي حاجه ما كنحرمهم من حتى شي حاجه اخويا يوسف. ولا كاع كون قادره ما عرفت شنو ندير. قلت لك اخويا يوسف انا بغيت نخدم وما لقيتش فاش نخدم، انا كون كان عاديه باش ندير مشروع نمشي ندير مشروع على الراس، وما نحاشيهاش شي واحد نقول لي خدم ليه ولا. يعني انت كتشوف راسك وما كتهضرش ما ترضيش تمدي؟ ما ترضى واك اخويا يوسف، وما راضياش، ولكن ما عندي ما غندير، ما راضياش اخويا يوسف، ما راضياش باش تقول لبنادم ولكن انت ما عرفت شنو قادر ديرك، ما راضياش فهمتي، ما راضياش بزاف ولكن ما عندي ما ندير شنو غادي دير. ما عندك ما غدير، انا وديتهم فهمتي، انا وديتهم نطلب ما ما غندير، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. المهم انا وديت ولادي ما نخليش ولادي يتشردوا، ولا نخلي ولادي يناسوا في الزنقه، ولا نخليهم انا نعس في الزنقه. انا تكرفاست، انا تاديت بزاف ديال الحوايج، ولكن داك الشيء اللي عشتو انا ما نعيشوش ليهم هما فهمتي يا خويا يوسف. داك الشيء اللي عشتو انا ما نبغيش ولادي يعيشوه. تنقول انا دابا جاو ديك النهار الاحصاء حصاوي هنايا الضربه واحد 19 ولا 10 نقولوا حنا عام ما حتبقى حتى شي دار هنايا، فين غنديهم اخويا يوسف؟ فين غنديهم؟ قولي فين غندي؟ حاجه وحده تبقى نبات نفكر فيها ونعس نفكر فيها هي سترى لولادي، هي سترى لولادي. مازال مازال الماكله اي باب دق عليه يقول لي عطيني خبيز ولا كاس الماء اتوكلوا لهم فهمتي، اعطيه هو ربعه الخبز وهي ربعه الخبز غياكلوا وغيسكتوا، ولكن فين غتنعسهم؟ ها هادي راه غتهزك ليله وغدا شكون غيهزك عاوتاني انت وياهم؟ ما كاينش حتى شي واحد ما غيرضى بداك الشيء اللي كيدير ولادك من غيرك انت فهمتي. هو هادشي اللي تنطلب من الله ما يحرمهمش
من السترة اخويا يوسف، الله يجعلوها عشهم وما نحرمهمش. ما بغيتش اخويا يوسف ولادي يتشردوا معايا، ما نكذبش عليك. احلام كلمه اخيره، وكان بغيت تصيفطيها لي رساله للبنات اللي عاد بداوا بهذا المجال ديال البليه، اللي عاد بات يلا كتقول هذا الشيء، يلا تلاقت مع اصدقاء السوء وكيعجبها الكارو. لا غادا تخرج على راسها وغادا تضيع على راسها، وفي الاخر ندامه ما عندها باش تفيدها. نهار غطرا لها شي حاجه ونهار كما دابا انا تنبكي، واش في الاخر البكا ما عنده باش ينفعك؟ ضيعتي حياتك، كان عليك الحياه ديالك كون سلمتيها بين يديك وبقيتي شاده نهار الاول. انت عارفه هذيك الطريق ديال الجلسه اللي انت جالسه كتكيفي فيها، عارفه المصير ديالها شنو هو؟ ماشي ما عارفش المصير ديالو شنو هو، عارفه هذيك الكاس اللي كيدور لك هو تشربيه، عارفه من مورا المصير ديالو شنو غادي يكون، فهمتي؟ اللهم من الاحسن سيري اختي جدي طريق الله، سيري لعندك مويمتك سيري حوزي حداك، ولا عندك باك سيري تا هو حوزي حداك. حيدي لي صحاب، صاحبتي صاحبي، صاحبك هو بوك، صاحبتك هي امك، حيت اخرتها هما اللي غادي تلقايهم، ونهار غادي يحيدو من حداك ما تلقايش داك الصاحبه اللي كنتي تقولي انت صاحبتي، ما غاديش تلقايها. انا خويا يوسف باش تعرف واحد الحاجه، نهار جراو عليا والديا باش كنت حامله بولدي، هذوك كاملين اللي كنت نريح معاهم في القهاوي ونجلس معاهم، نمشي نبيع الحشيش ونمشي على وديتهم للحبس، ونمشي كنت نمشي نشفر ونجي نقول لهم هاكوا اخويا يوسف، ونهار الشتا والبرد وانا خارجه وما عدي في النعس اخويا يوسف، ما كاينش اللي قالت لي اجي احلام يلا تمشي تنعسي، اجي اختي احلام هاكي تاكلي حاجه. كاخويا يوسف حوايجي ما تلقاش فين نبدلهم، كنمشي كناخذ شابانه ومشطه وكنطلع للجامع وتنغسل تما كاين اخي يوسف. لقيت خير في دري، دري ولد حومتي لقيت فيه الخير، قسما بالله كي دخلني حدا مرته وولاده تيقول لي سيري اختي احلام سيري خدمي، وباللي الا جاك النعاس اجي طلعت نحسي حدا ولادي. قسما بالله اخويا يوسف حتى النهار اللي وقفوا معايا الناس وكريت هذاك البيت في بن عويش. يعني الاصدقاء السوء اللي كنت كتعرفي مابقاش عقلوا عليك؟ ما عقل عليا حتى شي واحد اخويا يوسف، في الحاجه الخايبه، الحاجه الخايبه احلام، الحاجه الخايبه احلام. ونهار حتى جاتهم احلام ما لقاتهمش، ونهار كنت كناكل العصا وكنجي نشكي عليك ونبكي باش تدافع عليا ما لقيتكش. عاد باقا دابا انا خويا يوسف نحن في شي وحده ندخلها عندي هذا ولادي، والله ما تدخل عندي اخويا يوسف شي وحده عند ولادي، حالفه واخده بصمه تنقول لك طابعه طابعه ونكوي في صدري اخويا يوسف، ما تدخلش عندي شي وحده. شي انا الناس اللي متبعيني والناس اللي مشاركيني مرحبا والف مرحبا، حيت الناس العقل الناس فهمتيني اخويا يوسف. اما باش وحده انا كنت نعرفها كتضرب الجوانات وتضرب القراعي، ومازال حد الان تضرب الجوانات وتضرب القراعي وتقول لي احلام نجي عندك، ما تجيش لعندي اختي، في تنعرفك باش تجي عندي، في تنعرفك باش تدخلي عندي حدا ولادي. ما نعام ما يدخلش عندي شي واحد اخويا يوسف عند ولادي، ولا ولادي يشوفوا شي حاجه.